جئتكم من قلعة القائد محمد نايف أبو ربيعة. أبو ربيعة الذي شهدت له انتفاضة الأقصى وكان بطلا متقدما وضحى بكل ما يملك من أجل هذا الوطن، وما زال ممارسا تضحيته داخل الأسر رغم وجود ابنه ونجله معه في داخل الأسر. جئتكم وأنا أحمل في قلبي محبة أخي عمار العنبس وأخي بلال التمام وحاتم الجيوسي وأسامة الأشقر ورشيد عمر وجميع الأسرى جميعاً.